السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر وخلاص، معكم محمد نور الدين. لأول مرة تزورونا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي اليوم الأحد 13/2021 أو 3 أكتوبر 2021 وسقوط باريس سان جيرمان. متابعينا الكرام، اليوم الأحد 13 آخر يوم في الجولة، رين فاز على باريس سان جيرمان 2-0، احرز الهدفين غايتان لافورد في الدقيقه 45 وفلافيان تايت في الدقيقه 46. انجي فاز على ميتس 3-2، لوريان تعادل امام كليرمونت 1-1، موناكو فاز على بوردو 3-0 احرز الاهداف اوريان تشواميني في الدقيقه 35، الكسندر جولوفين في الدقيقه 48، ووسام بن يدر في ضربه الجزاء في الدقيقه 64. نانت فاز على تروا 2-0، ليل فاز على مارسيليا 2-0 احرز هدفي ليل جوناثان ديفيد في الدقيقه 28 وجوناثان ديفيد ايضا في الدقيقه 94. وسانتي تيان تعادل امام ليون 1-1، احرز هدف ليون النجم الجزائري حسام عوار لاعب ليون في الدقيقه 42، هدف سانتي تيان عن طريق النجم التونسي واهب الخزري من ضربه جزاء في الدقيقه 94. متابعينا الكرام، الجوله بدات الجمعه الموافق 1/10/2021، لانس فاز على ستاد ريمس 2-0. يوم السبت 2/10 مونبلي تعادل امام ستراسبورج 1-1، ونيس فاز على بريست 2-1 احرز هدفي نيس توديبو في الدقيقه 45 وبارد في الدقيقه 61، هدف بريست جاء عن طريق اونورا في الدقيقه 91. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الفرنسي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. طبعا بعتذر لحضراتكم ما عملتش فيديو عن ترتيب فرق الدوري الفرنسي لامس السبت. باريس سان جيرمان ما زال هو متصدر الدوري في المركز الاول ب 24 نقطه رغم الخساره. لانس في المركز الثاني ب 18 نقطة، نيس المركز الثالث ب 16 نقطة ولسه ما اتحسمش موضوع نيس ومارسيليا لحد دلوقتي. أنجي في المركز الرابع ب 16 نقطة، مارسيليا المركز الخامس ب 14 نقطة. موناكو المركز السادس ب 14 نقطة، لوريان المركز السابع ب 14 نقطة، ليل المركز الثامن ب 14 نقطة. نانت في المركز التاسع ب 13 نقطة، ليون المركز العاشر ب 13 نقطة، رين المركز الحادي عشر ب 12 نقطة، ستراسبورج المركز الثاني عشر ب 11 نقطة. مونبلي في المركز الثالث عشر ب 10 نقاط، استاد ريمس المركز الرابع عشر ب 10 نقاط، كلير ماونت المركز الخامس عشر ب 10 نقاط، بوردو في المركز السادس عشر ب 7 نقاط، تروا في المركز السابع عشر ب 6 نقاط، ميدز في المركز الثامن عشر ب 6 نقاط، بريست في المركز التاسع عشر ب 4 نقاط، وسانتي تيان المركز العشرين والاخير ب 4 نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، جوناثان ديفيد لاعب ليل في المركز الاول بستة اهداف، في المركز الاول ايضا غايتان لابورت لاعب رين، وفي المركز الثاني ديمتر بايت لاعب مارسيليا بخمسة اهداف، ووسام بن يدر لاعب موناكو، وفي المركز الثاني ايضا امين غويري لاعب نيس بخمسة اهداف، ولودفيتس لودفيدلاس لاعب نانت بخمسة اهداف ايضا، ومحمد كايو لاعب كلير ماونت، وفي المركز الثالث اندي ديلر لاعب نيس باربع اهداف، وعكاس باردولبرغ لاعب نيس، وكيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان، ولوكاس دي ليما لاعب ليون، وموسى ديمبلي لاعب ليون، واهب الخزر لاعب سانتي تيان، والباسان لاعب كليرموت. بعد كده في المركز الرابع اشرف حكيم النجم المغربي لاعب باريس سان جيرمان بثلاث اهداف، واندري هيريرا لاعب باريس سان جيرمان، وجينغيس اوندير لاعب مارسيليا، وادريس اجاي لاعب باريس سان جيرمان، وامور ايكاردي لاعب باريس سان جيرمان، وفالير لاعب مونبلي، وبامبا لاعب مارسيليا، وفابيان لاعب ميتز، وسوفيان لاعب موناكو، وتوماس لاعب نادي انجي، وايضا اللاعب بس كده. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لك الفيديو، كان معكم محمد نور الدين. خلينا نقول كده ترتيب صناع الاهداف في الفيديو. اللاعب لودفيك اوجورج لاعب ستراسبورج في المركز الاول صنع خمسة اهداف، تساوى مع موسياس لاعب اسمه ايه نانت خمسة اهداف ايضا صنعهم. بعد كده في المركز الثاني جيمي لاعب انجي صنع اربع اهداف، واللاعب مونفري لاعب بريست ايضا صنع اربع اهداف. بعد كده في المركز الثالث كولاوسس لاعب لانس صنع ثلاثة أهداف، وكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وأمين غويري لاعب نيس، وكايو هرنانديز لاعب موناكو، وفلورون لاعب لانس. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لك الفيديو، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.